أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اقساط ما تطعمون اهلكم، وتحرير رقبة، فمن لم يجب صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يقومنكم الله من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،
وما قتله منكم متعبدا وجزاء ومثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم حتى بالغ الكعبه او كفاره فقعان مساكين او حد ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبه البيت حراما قياما للناس والشهر حراما والهدى والقلائل ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء وإن تبتلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبتلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذو عدل منكما أو خلان من غيركما إن ضربتم من الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتضتما نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين أي عذر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله شهادتنا أحق بشهادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا
الشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطالب يهدي فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذنه وتبرئ لحمها ولبس بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كفلت بني إسرائيل أنت إجبتهم ببينات مقال الذين أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهما إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور
يكفرون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون. وهو الله السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهما إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما وأرسل السماء عليهم مدرارا وجعل الأنهار تجري من تحتهم فألما هم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فيجمعنكما إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك فوز مبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا
أمهم الذين كنتم تسقون ثم لم تكن فتنتهما إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهونه وفي آذانهم أقرا وإلى كل آيات لا يؤمن بها حتى خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء عدو الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد علموا إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وبردوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء أهل النبي مرسلين وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا أو سلما بالسماء فتأتيهم بالآية ولو